ويكون اول سؤال معانا النهارده الاستاذه نجلاء استاذه نجلاء اتفضلي مساء الخير يا فندم مساء النور مساء البركه ازي حضرتك الحمد لله فاضله نعم ااا انا عندي سؤال انا منفصله وانا عندي 20 سنه ومعايا احمد هو خلص الحمد لله الكليه وخطبت له وطول عمري انا بشتغل عشانه بس سؤالي بس في في هو متيسر الحال ومتجوز معاه ثلاث اولاد بس يعني ابني راح له بدل المرة كذا مره وعمر ما اتصرف عليه فانا عايز اعرف يعني هو كده ابني مقصر هيتحاسب وهو رفضه آخر حاجه كان طالع هو ومراته ابو ابني عمره هل عمره دي هتتقبل وانا يعني طول عمري بشتغل عليه وبحب حياتي كلها من وانا عندي 20 سنه وخطبت له حاليا وهجوزه بامر الله فانا عايز اعرف يعني هل الدين خلينا نتكلم إيه؟ على, و... على 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 تعملي ايه عشان تتخلصي من وجعك يعني خلينا نسال السؤال الصح اعمل ايه عشان اتخلص من وجعي انت لسه معانا يا استاذه نجلاء استاذه نجلاء يعني خليني اقول لحاجه الاول خالص نبتدي بسؤال انت ما سالتوش بس هو ده السؤال المركزي مش هو مش السؤال ان العمره بتاعته تتقبل ولا ما تتقبلش لان انا لو جاوبتك ان العمره بتاعته هتتقبل او ما تتقبلش لسه هيبقى عندك وجع انا عايز اقول لك ان انت لابد ان انت تسعدي ان انت ست ربنا سبحانه وتعالى جعلك في الصالحات وجعلك سبحانه وتعالى من أهل المدد ومن أهل البركة. وإن الثواب اللي كان بيروح لزوجك ربنا جمع لك ثواب زوجك وجمع لك ثواب كمان إن أنت ربيتي ابنك. فأنت عندك ثواب عظيم. أنت ربيتي راجل وخلاص هتجوزيه. فاللي أنت لازم تكوني حاسة بيه إن ربنا سبحانه وتعالى في ظهرك. إن ربنا سبحانه وتعالى سندك. إن ربنا سبحانه وتعالى مددك. فلازم الاحساس دي يكون عندك ان انت حاسه بالسعاده ان ربنا سبحانه وتعالى غمرك بهذا كله واوعي نفسك لما مرة بالسوء تيجي تبوظ لك عليكي احساسك بالسعاده ده واحساسك بالمدد ده واحساسك بالسند ده بان هي تقول لك ده في واحد ايه اللي حاصل؟ رفضك او واحد مارس معاك الاقصاء او واحد اعتبرك ملكيش لازمه ابدا انت غاليه عند ربنا عارفه انت غاليه عند ربنا ليه لان انت ستيتي فراغ وعملتي وحافظتي على نفس ابنك من أنه هو يضيع وانت زي الابطال بالظبط اي امراه معيله لان جوزها تخلى عنها وهي قامت بواجب البيت هي بطله بطله ليه لان في واحد تخلى عن الرجوله الحقيقيه في الطرف الاخر لما طرأ الزوجه وابنها اي حد هيمارس طلاق الاطفال فهو فيه قصور في الرجوله الرجوله مش الذكوره الرجوله لان الله سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه انت عهدت ربنا لما اتجوزت ان انت تكون راعي لهذا الولد ولما تفارق تفارق بالمعروف فإيه اللي حاصل فلما فارقت ما كانش تسريحهم بإحسان فللأسف أنت بتضيع من تعول أنت ضيعت وربنا جعل فيها سر الجمال والبركة وخليها هي تحاجي وخليها هي كمان تراعي الولد ده لو عايز يا سيدي تكفر عن ذنبك وترجع لربنا ارجع لابنك وحاول تعطف عليه وتحن عليه لأنه حتى وهو كبير مش هينفع إن هو يتقطع عن جدره وأنت كده جدره وإعرف إن أنت اللي أنت عملته ده ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة فرد المظالم لأهلها وطيب خاطر الست اللي هي ربت ابنك لأن هو ابنكم وأنتوا الاثنين مش ابنها هي فلما طلقتها وطلقت ابنها معاه انت كنت ظالم للاثنين فاتق الله سبحانه وتعالى في نفسك لكن انت استمري استمري وانت فخوره بحاجه واحده ان ربنا نظر اليك بعين الرعايه والمدد وخلاكي سبب من اسباب الحفاظ على مستقبل ابنك